طيب رجع لنا مره تانية كابتن احمد مجدي عشان نتكلم عن الرؤيه الفنيه من وجهه نظر كابتن احمد. برحب بيك مره تانية، ويمكن كنت بتكلم كان سؤالي لحضرتك ان ميتشو الناس كلها طلعت قالت ان ميتشو هو اللي يتحمل المسؤوليه، وان ميتشو ما عندوش فكر خططي، وان الراجل ما عندوش فكر شايفينه داخل نادي الزمالك، ويمكن انت اكدت على الكلام اللي انا بقوله ده، ولكن اللعيبه كان ليها راي تاني، وبرده اكيد شفت وتابعت اللي اتكتب دلوقتي. جماهير نادي الزمالك تحمل المسؤوليه لمين؟ بص يا احنا قلت لك ان الدعم اللعيبه دعمت المدرب، فشايفين ان في تدريب او في شغل في الملعب بيتعمل، ولكن من الناحيه الثانيه انا ما اقدرش ادعم الراجل المدرب على السوشيال ميديا وانا اتخذل في الملعب. لا، لازم انا زي ما قلت لك احنا لعيبه دوليه كبيره، صحيح، كل واحد ليه اسمه، لازم انا الناس كباتن الفرقه الكبار لازم يجمعوا الفرقه، بلاش احنا عاوزين مش عاوزين الراجل ده يمشي، او الراجل ده شايفين ان هو مدرب كويس ويقدر يشتغل معانا شغل، لازم احنا نرفعه بالنتائج، لان انت في مصر انت عارف النتائج هي رقم واحد. طبعا عملت حتى اداء كويس وعملت 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 ومفيش نتائج، صحيح، المواضيع منتهيه، ولكن انا بقول لك انا كلعيب يعني انا سمعت ان في مشاكل ماديه وفي وفي وفي، لكن اخر حاجه تشايل الموضوع المدرب، اللعيب محمي، يعني اللعيب محمي، ان انت اللعيب مش هيمشي من النادي، اول حاجه بيعملها النادي بيعمل ايه؟ بيمشي المدرب، صحيح، ولكن وصل دعم من اللعيبه للمدرب تعرف ان المدرب كويس، وفي مشاكل ثانيه هي اللي مخليها اللعيبه كده، ولكن انا ما اقدرش اعفي اللعيبه من التساؤلات ده اكيد. كابتن احمد، الحلول الواضحه او الحلول اللي ممكن تكون موجوده قدام الناس على الترابيزه السريعه اللي تقدر بيها مره تانية تنقذ نادي الزمالك، لان خلاص الماتشات داخله، عندك ماتشات كاس، عندك لسه ماتشات دوري في افريقيا لسه مكمله، كل دي تفاصيل اكيد بتدور دلوقتي داخل اذهان كل الناس اللي بتشجع نادي الزمالك، الحلول السريعه من وجهه نظرك ايه؟ انا من وجهه نظري الحلول السريعه لو في مشكله للعيبه ماديه لازم تتحل باسرع وقت ممكن. ثاني حاجه انت تشوف الراجل نفسه محتاج ايه؟ الراجل ده ممكن ما يكونش مستريح مع الجهاز اللي شغال معاه، عادي جدا، ده وارد جدا، لان انا ما اقعدش برده كل شويه اغير المدرب عشان اقول المدرب العام مثلا مش كويس، او المدرب اللي هو المدرب الثالث هو اللي مش كويس والراجل مش مستريح. لا، انت تقعد مع الراجل وتقول له انت ايه اللي يريحك، اجيب لك مثلا مساعد مثلا اجنبي انت يعني تشتغل معاه كويس او الكلام ده كله، لا انت تهيئ له المناخ وتعرفه ان انت تديله الثقه، مهما حصل انت موجود معايا، لكن انت كل ماتش هنطلع نقول ان المدرب هيمشي، النهارده المدرب هيمشي، طب فين اللعيبه نفسها من المسؤوليه؟ فين اللعيبه نفسها من المسؤوليه؟ صحيح، لازم انا اقعد مع المدير الفني واخليه مستريح واخليه واثق من نفسه ان هو موجود في النادي عشان اقدر اديله الثقه. بص مثلا اديك مثال صغير، مانشستر سيتي بداوا الكلام على جوارديولا ان هو هيجدد مش هيجدد، ده هيمشي هيقعد هيعمل ايه، النتائج بدات تعمل ايه؟ ابتدت النتائج خلاص، اللعيبه نفسها بتسمع ان جوارديولا ماشي، ان جوارديولا قاعد، حتى ستيرلينج نفسه مش عاوز يجدد عقده لما جوارديولا بقى قاعد. صحيح، فدخلت انت في منعطف وانت لسه اصلا العقد بتاعك 2021، شوف انت بتفكر من امتى؟ فدخلت في كلام ملوش لازمه دلوقتي، فانت لازم دعم من الاداره للراجل، وان انت تريحه او تجيب له مدرب اجنبي يشتغل معاه، لان تجيبه مدرب. طب كابتن احمد، انت من وجهه نظرك مع بقاء ميتشو يكمل مع نادي الزمالك، ولا مع رحيل ميتشو يتولى المسؤوليه ايا كان مين الاسامي اللي مطروحه؟ طبعا كلهم نجوم يعني. لا طبعا بقاء. هيحصل حاله خلل داخل نادي الزمالك في حاله رحيل ميتشو يا كابتن احمد؟ طبعا هجيب مدرب بقى لسه جديد ومدرب مصري، وهجيب مدربين بقى، بجيب مساعدين معاه لسه ما يعرفش الدنيا نظامها ايه ولسه ايه، ولسه هتخش واللعيبه هتفوق انت، وثم في مشاكل ماديه الواضح كده في نادي الزمالك، في مشاكل ماديه للعيبه الوضع مش فوق، لازم تحل لهم موضوع المشاكل الماديه. انا ما اعرفش، كل لعيب وتفكيره يا يحيى، كل جيل ليه تفكيره، احنا ما كانش تفكيرنا كده، لكن في كل جيل انا عاوز حاجه ماديه، ولكن يعني اولى الخطوات يعني من كلامك يا كابتن احمد للحلول السريعه هي حل المشاكل الماديه ما بين اللعيبه وما بين مجلس اداره نادي الزمالك. ده طبعا، ده اكيد، لان ده الواضح اللي مأثر على اللعيبه يعني كتير جدا، والراجل طلع اتكلم امبارح في الفول وقال الكلام ده، اللي هو ان في مشاكل، ان في وعود ما اتنفذتش والكلام ده كله، وانا مش سوبر مان والكلام ده كله، وده بيرمي على طول ان في مشاكل ماديه في نادي الزمالك، فلان تتأول تتحل المشاكل الماديه عشان اللعيب بعد كده ما بقاش ليه ايه؟ دي حجه، خلاص انا نزلت الملعب وانا راجل اهو، ادي المدير الفني بتاعك وفلوسك واخدها وكل حاجه تمام، وريني بقى في الملعب هتعمل ايه؟ مين اللعيبه اللي مقصره من وجهه نظرك يا كابتن احمد داخل نادي الزمالك، اللي حاسس ان هي غايبه عنها روح نادي الزمالك، او المفروض كان يبقى ليها دور اكبر من كده مع النادي في الوقت ده؟ طبعا يعني مصطفى محمد بعد بطوله افريقيا ما شفتوش، مش موجود. بن شرقي برضه ضارب غطس كبير جدا. فرجاني ساسي بقاله فتره كبيره ضارب غطس كبير جدا. يعني لا في، لا بص هو الموضوع جماعي يا كمان يا طارق، اكيد الموضوع جماعي، يعني مش انت برضو مهما كان ما فيش لعيب في فرقه بيأثر التأثير الكبير، ولكن انت جماعيا الفرقه وحشه،
يعني عارف ساعات ايه، احنا بنلعب 11 لعيب، لو 2 3 مش هيظهروا في السبعه والثمانيه موجودين كويسين. طب ممكن ده كابتن احمد اللي يكون مأثر على مصطفى محمد؟ يعني مصطفى محمد واحد من نجوم منتخبنا الاولمبي وكان بيأدي بشكل كبير جدا، ممكن يكون سبب تأثير مستوى مصطفى محمد ان ما بيوصلوش حاجه، ملوش خطوره بسبب اللعيبه اللي موجوده تحت الفراوده؟ ده اكيد، ده اكيد، بس في حاجه برضو انت مش واخد بالك منها، مفيش شراسه. مفيش الشراسه اللي كانت موجوده. يعني فاهم، هي دي زي ما بقول لك ايه، كابتن شوقي غريب عرف يعملهم عيله، عرف يخليهم صحيح مع بعض بأقل الامكانيات وبقل بقل بقل، عرف يخليهم عيله يحبوا بعض، الاسلوب موت نفسها في الملعب. بص الفرق بين اللعيبه دي دلوقتي في انديتها وبين الفرق لما كانوا موجودين في المنتخب الاولمبي. هي بص كره القدم دلوقتي يا يحيى هي الجماعه. طبعا هي لعبه جماعيه يا كابتن احمد. بالظبط، قايمه على الجماعه وقايمه على انك تعمل تخلق ازاي في الفرقه دي عيله تحب بعضها والناس تنزل يعني لو واحد بيتخانق في الملعب هتلاقي الناس كلها جت تجري عليه وبتحميه وبتشجعه والناس كلها بتشجع بعض، واحد غلط هتلاقي الثاني بيقول له يلا يلا قوم واشتغل وكمل وهنعمل وهنشتغل مش هنخسر مش لكن الروح دي مش موجوده اصلا، تحس ان كل واحد في حته بامانه. ده اللي انا حاسه في نادي الزمالك. طبعا بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا، واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك كابتن احمد مجدي، شرفتني ونورتني، ونتمنى ان شاء الله عوده سريعه مره ثانيه لنادي الزمالك. ان شاء الله نادي الزمالك فريق كبير عنده لعيبه مهمه طبعا، اكيد كل ده بنتمنى ان شاء الله مره ثانيه الرجوع لنادي الزمالك في المكان اللي الناس مستنيينه ان شاء الله، ويستفيق بقى مره ثانيه من الكبوه اللي احنا شايفينه كلنا فيها وباينه اكيد جدا لكل الناس طبعا.